مع رائد مصريين قصف كلاب الأسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. عدة قذائف تسقط في نفس الحي. مزيئة واحدة وهنا الثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا كان سقوط قذيفة الثالثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستمر القصف، يستمر الإصابات، يستمر المعاناة والألم في معاناة المصريين. لا حول ولا قوة إلا بالله.